أكدت وزارة البترول أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز انعكست إيجابا على تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. وقال وزير البترول طارق الملا خلال اجتماع دوري لمتابعة المبادرة إن المبادرة تهدف إلى الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة التزويد بالغاز إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 208 محطات قبل انطلاق المبادرة، ومشيرا إلى دخول 185 محطة جديدة إلى الخدمة خلال الشهور الماضية، وجاري حاليا الانتهاء من تشغيل 71 محطة أخرى تمهيدا لدخولها للخدمة تباعاً.